حميته لأنه مليشياوي، هنا حميته لأنه هو مجرم، هنا حميته لأنه هو يطلق صواريخ بدون علم الدولة، وأحيانا يطلع على الفضائيات، على الفضائيات ويقول إحنا لسنا مع الدولة، إيش علينا بالدولة؟ الدولة بحالها وإحنا بحالنا. زين أنت تريد تصير القائد العام قائد المسلح علي أنا اللي طالع الظاهر وسويني مجرم؟ ثم خلينا نرجع شوية للخلف، شوية خلينا نرجع للخلف. الهاشمي من قتله؟ مو شخص قتله ملازم بالداخلية؟ نعم، خلينا نقول هذا شاذ الرجل، طلعتوه في كشف دلالة ودلاكم شلون قتله والطريقة اللي انقتل بها. زين شلون يطلق سراحه هذا؟ على أي أساس أطلق سراحه هذا؟ مو تهمة جنائية؟ زين عمر نزار اللي أطلق سراحه وهو قتل أكثر من 55 شخص من أبناء ذي قرن، رغم ما فعله سابقا بالمناطق الغربية وما فعله بمناطق اللي تحررت أخيرا. بالمحافظة النجف مولزموية ممنوعات ومخدرات وحكام. بالمحافظة النجف اللي مسك بحوزته تجارة مخدرات ويصدر عبوها. ذاك بالخارج عايش حياة مترفهة يتحسرون عليه هذول الشباب. خاص من رئيس الجمهورية دي هذول مو جنائية. يعني أنت تجي يعني أنتم تضحكون على من؟ تضحكون علينا لو تضحكون على أنفسكم؟ لو تضحكون على الوضع المزري اللي البلد بيه وصلت واللي وصلتوها أنتم بيه. أخي هذه مسرحية هزيلة. لما يجي أنت رئيس وزراء عندك 190 مدري 200 مدري 300 مستشار، ذول المستشارين شو شغلهم؟ بس ياخذوا الرواتب. عندك ناس، عندك احد، ارجع واقول عندك احد شيوخ ذي قار مستشار، عندك مستشار شنو ما اعرف، الرجل مهندس زراعي مستشار على شنو ما ادري، يعني هم حتى لو على الزراعه هم المفروض توديه مع اللجنه الامنيه اللي صادره، لانه الرجل يعرف لانه سابقا في مجلس النواب قال اعفوا عن المزورين شهاداتهم وحتى ما حدث، وأخرجوا المتظاهرين من ديوان المحافظة لأنه قال هذا الشيء. الآن إحنا صرنا اللي نخرق القانون بأعلامنا اللي نلبسها وبشعاراتنا اللي... أخي إحنا ليه حرفونا؟ إحنا من أول يوم طلعنا بتشرين ننادي أولا بإزاحة هذا النظام الفاسد عن العراق، نحن مع إسقاط النظام، ما عندنا شعار أخر. هسه المطالب أبرزها دكتور حتى نوصل هاي الملف، المطالب أبرزها الطالب بإقالة المحافظ رئيس الوزراء، فعلا إصلاح الأمر في ذي قار، إبعاد هذا الشخص عن ذي قار، وإلا صدقني راح تصل نفس ما حصل من جميل الشمري في لا هذا هذا المؤتمر دليل على أسناده ودليل على أنه يبعث تحيات. إذا إحنا أيضا نسند أولادنا ونعرف شلون نتصرف بالشارع، الشارع ذي قار هو ملكنا مو ملك لأبو العابدي، خليه يروح الى مدينته. ليش رفضوا كل المحافظات ان يكون مدراها؟ احنا عندنا اكثر من 10 الويه في مديريه، اذا ما كانوا 15 لواء في مديريه شرطه ذي قار، واغلبهم اكثر كفاءه من العابدي. خليه يضبط الامن في النجف وبعدين شنو دور الاحزاب؟